عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في شرح طريقة أو كيفية السفر لأستراليا وأنواع الفيز. طبعا في الفيديوهات السابقة أنا شرحت أنواع الفيز بالترتيب، أو الفيز المشهورة للتقديم لأستراليا، وأيضا شرحت كل فيزا على حدة. في لسه فيز ما شرحتهاش ان شاء الله في الفيديوهات السابقة، وطبعا هتلاقيها على الموقع او على القناة بتاعتنا على اليوتيوب. لو رحت على القناة وضغطت على اليكس استراليا وضغطت على الفيديوهات، هتلاقي هنا شرحت كيفية السفر لاستراليا وانواع الفيز 1 و2، وشرحت اول فيزا اللي هي فيزة السياحة، وبعدين شرحت برضو كيفية السفر والدراسة لأستراليا. والنهاردة هنشرح طريقة فيزة الزواج أو الخطوبة أو الباتنر فيزا. طبعا زي ما قلت قبل كده إن ده الموقع الرئيسي للتقديم على أي فيز، وده طبعا نفس الموقع اللي بيستخدمه محامين الهجرة للتقديم لما تروح له بيقدم لك على فيزا من على نفس الموقع. طبعا اول ما بتدخل على الموقع اللي هو immi.homeaffairs.gov.au وبتضغط على الفيزا وبتضغط على getting a visa، بتضغط على list of all visas. طبعا انا شرحت ده في الفيديوهات السابقة وقلت انهم دول الفيز المشهورة للسفر الى استراليا. شرحت الفيزا الاولى فيزة السياحة او الزيارة، وبرضو هتلاقيها على القناة. وتاني حاجة شرحتها فيزة الدراسة، والنهاردة هنشرح الفيزا التالتة اللي هي الفاميلي. هنشرح الفاميلي بعدين لانها برضو محتاجة شرح فيديو خاص، بس النهاردة هنشرح الباتنر فيزاز اللي هي فيزة الزواج او الخطوبة، او لو عندك جيل فريند او عندك بوي فريند وعايزين تقدمهم على استراليا. وطبعا لو ضغطنا على الفيزا دي هتلاقي انواع فيز كتيرة، اللي هي الادابشن فيزاز، واللي هو تكون عايز تتبنى طفل او تكون عايز تقدم على تشايلد فيزا. بس الفيز المشهورة من الليستة دي كلها هما الباتنر فيزا اللي هي 309 و100، والباتنر فيزا اللي هي 820 و801. طبعا الفيزتين دول الفرق ما بينهم هما نفس الفيزا، بس الفيزا الاولانيه دي بتقدم عليها من برا استراليا، والفيزا الثانيه بتقدم عليها جوه استراليا. وانا طبعا هنشرح كل فيزا على حده. وطبعا الفيزا اسمها سب كلاس 309 و100 لانها فيزا مندمجه بتقعد سنتين على التمبورالي اللي هي 309، وبعدين بعد سنتين بتتنقل على الفيزا المية، بتقعد سنة كمان وبعدها بتاخد الإقامة الدائمة، يعني في الغالب بتاخد حوالي 3 سنين. طبعا ممكن تقدم على الفيزا دي عن طريق محامي هجرة. طبعا انا شرحت قبل كده ان على الموقع الرئيسي ده دي كل المحاميين الهجرة المسجلين تبع السفارة. وطبعا شرحت في الفيديوهات السابقة ازاي تلاقي، بس يعني هشرحها مرة تانية. لو جيت هنا مثلا وكتبت بلدك على سبيل المثال وعملت بحث، طبعا عملت سيرش، هتلاقي هيجي لك كل محامين الهجرة المسجلين تبع السفارة. طبعا انا شرحت كل ده بالتفصيل في الفيديوهات السابقة، وتقدر ترجع للفيديوهات السابقة وتلاقي ده. هنيجي هنا طبعا وهنقول، بس انا طبعا بفضل ان انت تقدم عليها بنفسك لانها فيزا سهلة ما هيش بالصعوبة اللي متخيلة. وطبعا لان كاسترالي الجنسية كشخص استرالي الجنسية ليه الحق ان هو يجيب زوجته او الجيل فريند بتاعته في اي وقت هو عايز، او يتجيب زوجها او البوي فريند بتاعها في اي وقت هو عايز. طبعا البوي فريند على لسان عادات وتقاليد الدولة وقوانينها بتختلف. طبعا هنروح على الفيزا الاولى اللي هي البارتنر فيزا، دي طبعا بتقدم عليها من برا استراليا اللي هي 309 و100 اللي هي دي المؤقتة، وبعدين 100 اللي هي
الدائمة، وطبعا الاثنين فيزا مندمجة مزدوجة مع بعض. والفرق ما بين الفيزا التانية 820 و 801 اللي هي بتقدم عليها من أستراليا، وطبعا temporarily و permanent، وطبعا شرحهم زي بعض، لكن أنا هشرح على الأبلاي من برا أستراليا، وهي برضو نفس المميزات للشرح من خارج أستراليا. طبعا أنا بشرح على الموقع الرئيسي علشان أبين للناس إزاي، يعني أخلي الموضوع سهل للناس، مش حابب أجي في الصورة وأقعد أتكلم. الناس أوقات بتمل من الصورة وبتحب الحاجة باينة على الطبيعة وعلى طريقة التقديم، في حالة انك عايز تجرب الموقع وتقدم لنفسك. طبعا الفيزا you must be in a genuine relationship with your spouse or de facto partner who is an Australian citizen, Australian permanent resident or eligible New Zealand citizen. طبعا لازم تكون في علاقة مستمرة مع الزوج او الخطيب او مع de facto. De facto معناها ان يعني بالنسبة للليسبيان او بالنسبة للجي، الجيز بيبول، ان هم بيبقوا ولد ولد مع بعض او بنت وبنت بيبقوا عايشين مع بعض، يقدروا برضو يقدمهم، وده قانون الدولة وطبعا بنحترمه. ولازم طبعا يكون استرالي، او مش شرط ان هو يكون كمان مع الباسبور الاسترالي، ممكن يكون مع اقامة دايمة مع باسبور بلده عادي، بس مع الاقامة الدايمة عليها، او يكون مواطن نيوزيلندي. وطبعا الفيزا دي بتخليك بتبقى فيزا مؤقتة، بتنقلك على طول directly to the permanent partner visa، بتنقلك على دي، على الفيزا المؤقتة دي. انا مش محتاج ان انت تقدم على دي بعد دي، هي فيزا مندمجة مع بعضها. ولازم تكون طبعا برا استراليا، لو عايز تقدم جوا استراليا هي اللي بتقدم على الفيزا الفيزتين دول. وطبعا بتفضل قاعد مؤقت في استراليا لغاية ما الفيستين يتم لهم processing وبتاخد الفيزا. وطبعا تمنها 7715 دولار، ممكن تدفعهم one go، او ممكن تدفعهم في على installments اللي هو على بالتقسيط. طبعا الفيزا دي بتاخد 75% بتاخد 14 شهر، 90% من المتقدمين بياخدهم حوالي 19 شهر. وطبعا يعني انا من وجهة نظر انها بتاخد تقريبا سنتين ونص، من سنتين لسنتين ونص، وبعدين بتنقل على الفيزا التانية وبتقعد كمان عليها سنة كمان، وبعد كده بتاخد البرمننت. ولازم خلال الفترة دي كلها لازم تكون علاقتكم كويسة مع بعض، عايشين مع بعض، فتحين بنك مصرفي مع بعض، حساب بنك اكاونت مع بعض، فواتير باسمكم انتوا الاثنين. طبعا كل الصور والرسائل والايميلات والعائلات والزيارات والحاجات دي كلها طبعا بتحتفظ بيها، لانها بتفيد في التقديم. والكيس اوفيسر كل فتره بيضطر ان هو يسال علشان يعرف ان العلاقه مستمره ما بين الاثنين. وطبعا مش شرط انك تكون متجوز زي ما قلت، ممكن يكون لو انت عايش مع الجيل فريند، بس برضو لازم تكونوا عايشين مع بعض، والبنك المصرفي مع بعض، وكل المواضيع دي كلها برضو مع بعض. طبعا نفس السعر برضو هو لو انت جوا استراليا او برا استراليا، ونفس طريقة التقديم بالضبط هي اللي انت بتعمل ابلاي للفيزا معايا، وانا شرحت ازاي تعمل ابلاي للفيزا عن في الفيديوهات السابقه. طبعا لو دخلنا على ديتيلز للفيزا، طبعا تقدر تعمل ابلاي هنا، بتعمل طبعا زي ما قلت في الفيديوهات برضو السابقه، بتعمل كرييت اكاونت، تعمل اكاونت، بتدخل اليوزر نيم والباسورد، وبعدين بتلاقي كل الملفات المطلوبه منك، بترفعها وبتدفع بالكريدت كارد او بالفيزا، والفيزا بتبدا تمشي من هذا الوقت. طبعا زي ما قلت دي نفس الكلام اللي انا شرحته في الفيزا الاخرانيه. الفيزا دي بتخليك temporarily، فيزا دي هي حقوقك، بتقدر تعيش في استراليا، تشتغل،
تدرس تسافر من وإلى أستراليا، تدرس إنجليزي، لك كل الحقوق كأسترالي بالظبط، ولكن الفرق إن أنت بس بتسمى إن أنت معاك فيزا مؤقتة في حالة إن الجواز ما استمرش أو العلاقة ما استمرتش أو حصل انفصال أو الزوج أو الزوجة قال لا أنا انفصلت. الفيزا طبعا بتتلغى إلا في حالة لو في هوم فايولنس، في عنف منزلي، وعملت بوليس، عملت رحت البوليس ستيشن المركز الشرطة وعملت يو كيس فايل، عملت محضر، مش عارف اسمه ايه بالعربي، محضر تقريبا، وسجلت ان انت حصل لك هوم فايولنس وعملت اثباتات بكده. فطبعا في الحالة ديت ما بتتلغاش وبيتم ممكن الفيزا انها تستمر. طبعا زي ما قلنا ان انت لازم تكون متزوج من استرالي. طب ايه هي متطلبات الفيزا غير اللي انا قلته؟ تشيك eligibility. طبعا احنا قلنا ان انت meet relationship requirement، لو ضغطنا عليها اننا قلنا in most cases you must be the spouse or de facto partner of an Australian citizen, Australian permanent residence or eligible New Zealand citizen. ان انت لازم تكون متجوز من استرالي او مع حد مع الاقامة الدائمة او نيوزيلند. طبعا married applicants لازم تكون متزوج طبعا في علاقة مستمرة، وكم طبعا مش شرط انك تكون متجوز تحت القانون الاسترالي، ممكن تكون متجوز في بلدك عادي ولكن مترجم الشهادة وعادي ممكن ينفع تقدم فيها. ديفاكتو طبعا احنا شرحناها للليزبيان او الجيز. طبعا هاف اسبونسر، وده طبعا بيكون الزوج او الزوجة او الخطيب. بي ذا رايت ايج، طبعا لازم تكون فوق 18 سنة. ما يكونش عندك اي امراض بحيث ان انت اول ما توصل استراليا تكلف الدولة مصاريف علاجك وكلام من ده. طبعا meet our character requirement، طبعا ده حاجات رسمية ان يكون شخصيتك كويسة، ما عندكش احكام قضائية او كلام من ده. طبعا pay your debt to the Australian government، وده طبعا حاجة رسمية برضو ملاش لازمة، ودي برضو حاجة رسمية. وان ما يكونش عندك not had a visa cancelled or an application refused، ما تكونش قدمت قبل كده والفيزا اترفضت. لكن هي التقديم برضو ليها زي ما قلت كل الاجراءات المطلوبة بتبقى عبارة عن وسيمة الجواز، او لو انت مخطوب مثلا صور الخطوبة بتقدر تقدم بيها، وتعمل طبعا سكرين شوت لكل الرسائل اللي كانت ما بينكم وما بين بعض، وبناء على كل هذه الحاجات تقدر تقدم عادي. وطبعا زي ما قلنا ان تمنها حوالي 7715، وممكن تدفعهم على اقساط لان الفيزا بتقعد 3 سنين، بتقعد سنتين على الفيزا دي وبعدين بتقعد سنة على الفيزا دي، وبعد السنة بتاخد بقى البيرمننت، بتبقى بيرمننت، تقدر بعدها بقى تنفصل ما تنفصلش، تكمل ما تكملش، طبعا ربنا ما يجيب انفصال، ولكن انا بقول يعني على عشان ما حدش يسألني فيما بعد. طبعا اللي عايز يقدم على البيرمننت معناه انك اقامة دايمة في البلد. عايز تقدم على الجنسية، بعدها الجنسية عشان تقدم عليها لازم من شروطها ان انت تكون قاعد بقالك 4 سنين في البلد، منهم سنة على يعني بعد ما تاخد خلاص بعد 3 سنين واخدت الفيزا البيرمننت بتقعد سنة عليها، بالاضافة ان يكون قاعد 4 سنين تقدر تقدم على الجنسية. وبعد الجنسية بعد ما تاخد بيحددوا لك طبعا موعد لامتحان الجنسية، وبعد موعد امتحان الجنسية بتروح تقدر حفلة الجنسية، وبعد حفلة الجنسية بيدولك شهادة الجنسية، وبالشهادة دي تقدر تقدم على الباسبورت الاستراليان باسبورت. ودي طبعا هي دي طريقة التقديم على